في معتمدية جرجيس وأمام الارتفاع المتواصل في السنوات الأخيرة لعدد أسطول الشاحنات والسيارات للمهنيين والمقيمين بالمنطقة أو أبناء الجهة العائدين إلى أرض الوطن، بات إحداث مركز للفحص الفني مطلبا ذا حيوية لهؤلاء المواطنين، من شأنه أن يجنبهم مشقة التحول إلى المناطق المجاورة. أكثر من ضروري ما. على خطر احنا تو قاعدين نمشي للقردان ونمشي للجربة ونمشي للمدنين، شنو الأسباب؟ علاش قاعدين نمشي من بلاصة لبلاصة؟ ماذا بينا احنا هنا في جرجيس يعملون مركز هنا ونعدوا هنا، وهاك تشوف ما شاء الله في الحركية وتشوف الكراه في جرجيس هنا، معنا ستول كيما تعرف تشوف تصور أنت وتشوف، يعني ماذا بينا يعملون حل هنا، يعملون مركز هنا في أقرب وقت. داك سيارة 6 أشهر تعدي فازيتها، شوف أنت قداش فاهم معتمدية جرجيس من كرهبة. أكبر معتمدية زرديس معروفة، ما تصلح نهارين تصلح وبعد تالي نهار بتمشي المدنية وشوف يروفزك هو ترجع عند الزرديس وتعود ترجع وعاية 3 أيام 4 أيام موجودين. احنا متعطشين المركز فحص فني هنا في جرجيس، مطلوب في أقرب الأجل نحبه فحص فني. مطلب هؤلاء المواطنين تفاعلت معه السلطات المحلية والبلدية بتخصيص المجلس البلدي لقطعة أرض على ذمة وكالة النقل البري لإنجاز هذا المشروع. المشروع هذا باش ينطلقوا فيه قريبا في محضر جلسة، ثم جاء السيد وزير النقل وعاين المكان، ومدة أسبوعين جانا المدير العام ومع بعض المديرين العامين من تونس ومع السيد المدير الجهوي وعاينوا المكان، واجتمعنا هنا في البلدية واتفقنا على أساس أن الأسبوع هذا تقريبا الوزارة باش يعدوه على ميزانية الوزارة، والأشغال باش تنطلق بداية من جانفي جاي إن شاء الله، ويقع تنفيذ المشروع إن شاء الله بحول الله معنا في السنة الجاية 2022. في معتمدية جرجيس أرض مخصصة للمشروع وتأكيد وزاري للانطلاق في إنجازه قريبا، يأمل الجميع أن يكون في الفترة القليلة القادمة موعدا للانطلاق في الأشغال.